سعيد احنا لسه مكملين معاك، لكن لازم نروح، لازم ريتنا منا الشرقاوي. يعني احنا ما كانش ينفع نفوز الحقيقه بالماتش ده غير لما يكون في حد من صباح الخير يا مصر موجود في المدرجات وبيشجع المنتخب. خلينا نصبح على منا الشرقاوي اللي كانت موجوده امبارح في الكاميرون، وطبعا كانت موجوده في مباراه مصر وكوت ديفوار. منا صباح الخير عليكي. صباح الفل عليكي يا جمانة، وصباح الفل عليكي يا حسام. احنا كنا حدين، كنا اتنين من صباح الخير يا مصر. طبعا انتي الزميل عزيز ابراهيم عز، وابراهيم عز مخرجنا في صباح الخير كنا موجودين امبارح. ويعني مبروك علينا وعليكي وعلى حسام وعلى كل الناس اللي بتشوفنا وكل الناس اللي شافت امبارح المباراة اللي كانت صعبة جدا، واليوم اللي كان صعب جدا علينا واحنا هناك لعدة اسباب. اول حاجة طبعا السفر كان لمدة يوم واحد، صد رد الطيران للكاميرون يمكن 5 ساعات ونص او 6 ساعات، الا حاجه بسيطه. فاحنا اتحركنا من القاهره، طلعنا على الكاميرون، كانت رحله جميله وميسره وكل حاجه. وصلنا ابتدينا بقى نحس بالبصره، احنا سايبين القاهره كانت درجه حراره يمكن 8 درجات، وصلنا كانت درجه حراره 40 درجه مع رطوبه خانقه. فكان ابتدينا نحس ان كان الجو صعب جدا، وده يمكن كان منعكس على اداء اللعيبه في بدايه المباراه. شفنا مباراه كانت رائعه، وشفنا اجواء حماسيه جدا من اللعيبه اثناء المباراه يا جمانة. الله يعينهم، انا مش عارفه هم ازاي كانوا بيتنفسوا، ان احنا كنا حاسين انهم بيتنفسوا بخار ميه، يعني من كتر ما كان درجه الحراره مرتفعه جدا جدا جدا. حقيقي الله يعينهم، وحقيقي كانوا رجاله عملوا مجهود خرافي، وكانوا فعلا يعني قد المسؤوليه، وكانوا فعلا مقدرين الناس اللي راحت وراهم وتعبت وراهم. لو احنا كان اليوم مرهق بالنسبه لنا ان احنا سافرنا 24 ساعه صد رد، فطبعا تعبنا ولا حاجه جنب المجهود الرهيب. اكيد المكسب امبارح يا منى يعني ايه مسح كل التعب ده. بس خليني اسالك عن التنظيم، اللجنة المنظمة ودخول الاستاد والخروج من الاستاد والقعدة في المدرجات. في كلام كتير كان من بداية البطولة، وانت اكيد تابعتي الكلام ده، عن التنظيم وان في يعني شكل من اشكال اللخبطة. قوليلي يعني الكلام ده شفتيه، ولا فعلا اللجنة المنظمة وعلى راسها سامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني قال ان لا هيبقى في وقفة، وفي خصوصا بعد المشكلة يعني بعد الشر عن كل الناس اللي حصلت في احد الاستادات وادت الى وفاة عدد من المشجعين. فاشرح لنا كده الرحلة داخل الاستاد بعد ما نزلتي من الطيارة، هل قابلتوا مشاكل ولا كان الموضوع سهل زي ما بيتكلم سامويل ايتو مؤخرا؟ صباح الخير عليك يا حسام من جديد. لا طبعا ما كانتش الامور ميسره تماما، لكن اللي يسر علينا احنا الوفد المصري. واحب يعني انتهز الفرصه ان انا اشيد بدور السفير المصري الموجود هناك، السفير حمدي الجبالي، لو يصح ليا، لو انا مش متلخبطه في الاسم. الراجل ده قد ايه كان مجتهد جدا معانا، وقد ايه استقبلنا استقبال حافل، وقد ايه كان مهتم جدا جدا بينا كمصريين. وكان وصل ان هو دخل استقبلنا من عند الطياره، ووصلنا لغايه الطياره بنفسه، وكان بيشرف على المصريين، وكان بيشوف المصريين ركبوا الاتوبيس ازاي، وكم عدد الاتوبيس، وهل كل الاتوبيس كانوا مكيفين ولا لا بسبب حراره الجو. ده سهل لنا كتير قوي في الاجراءات، لكن طبعا كان في لخبطه جدا في دخول الاستاد، وكان في لخبطه في حتى تنظيم المرور مرورا بالاستاد. لكن عايزه اقول حاجه ثانيه حسام، الشعب الكاميروني كان مفاجاه، قد ايه شعب ودود، قد ايه شعب بيحبنا جدا جدا، واقفين يستقبلونا في الشوارع ورافعين العلم المصري. كان في اتقال ان كان في جمهور كتير كاميروني شايل علم مصر وبيشجع، لا تتخيل العدد. احنا اتفاجئنا وما كناش متخيلين قد ايه هم ودودين بالمنظر ده. انا سالت كذا حد فيهم، انتوا ليه بتشجعونا مثلا مش بتشجعوا المنتخب الايفواري؟ كان الرد الايقونه محمد صلاح، مكان ما محمد صلاح. طبعا الكاميرون بتتكلم فرنساوي، وانت يعني مبدعه في اللغه الفرنسيه يعني، فمكانك بقى يا منى. بجد كانت يعني انا كنت الحقيقه متابعاكي انت وابراهيم كده امبارح،
وشايفاكم وانتم من اول بدايه سفركم. الشاشات كان ابراهيم يا جمانة امبارح. نعم ابراهيم كان موجود على الشاشه طول الوقت امبارح. بس شكرا والله. يعني احنا كنا قلقانين شويه. ابراهيم عز مخرج صباح الخير وصديقنا العزيز، يعني طلع في الفيديوهات امبارح اكتر ما طلع محمد صلاح. غالبا هم حاسين ان وشه حلو يعني غالبا. الراجل ده شكله مصري، ركزوا معاه. وفعلا وشكم كان حلو علينا منا، وانا كنت متابعاكم فعلا من قبل ما تسافروا، يعني متابعه بقى كل الرحله، ويعني كنا قلقانين شويه، بس بعد شويه بقى ابتدينا نشوف شويه قلق على توتر على خوف على فرحه كبيره جدا. احكي لنا بقى كده اللحظات كانت بتعدي عليكم ازاي خلال المباراه والاحتفالات كمان لما فاز المنتخب المصري. بس قبل ما تحكي لنا عن بعد الفوز او احتفالات الفوز، فتره البانلتيز او فتره الضربات الترجيحيه كمان. بصي خليني ابتدي قبلها بشويه يا جمانه. احنا يعني الشوط الاول كانت الامور كنا يعني من اول ما ابتدت الفرص تضيع كده واحنا مش قادرين نفهم ايه اللي بيحصل. انت عارفه طبعا الفرجه من المدرجات غير الفرجه وانت في بتسمعي تعليق او وانت بتتفرجي من خلال شاشه طبعًا. لكن بعد شويه ابتدينا نحس ان ايه اللي بيحصل. اول ما ابتدينا نشوف الشناوي اتصاب، بعدها لما ابتدينا نشوف اصابه حمدي فتحي ابتدى الوضع يتوتر بشده في وسط الجماهير المصريه. يعني كان في تصميم كبير جدا من المشجعين من واحنا على الطياره ان احنا ممنوع تماما ان احنا ننتمي لاي نوادي او ان الناس زي ما في بعض الاحيان بتعمل، وده كانت مبادره طيبه جدا من الجماهير اللي بتسافر كلها ان احنا نبذئ التعصب تماما. احنا كلنا رايحين بنشجع المنتخب المصري، فكان مهم جدا ان احنا نشجع كل اللاعبين، ما نشجعش لاعب بعينه. وهو ده اللي كان موجود، وهو ده اللي كان محافظ على الروح اللي موجوده في المدرجات. أكيد. احنا مش بنشجع مثلا وده دايماً المطلوب دايما بتبقى يعني. متعوده على اسماء معينه النني او صلاح او غيرهم، لا الجميع كان بيتم تشجيعه منتخب مصر. يعني بقى بالضبط. موضوع الانديه ده يعني بقى خلاص، يعني الناس اظن انها يعني مع الوقت هترجع تاني لعقلها وصوابها، يعني عشان ما نرجعش في تفاصيل بتاعت فرق صغيره. في الاول وفي الاخر الدوريات في العالم كله اتعملت عشان المنتخبات تكبر، بعدين تطورت واصبحت صناعه كره القدم. منى الشرقاوي الزميله العزيزه والمذيعه الزميله والصديقه الجميله كانت امبارح موجوده في مدرجات منتخب مصر لتشجع المنتخب في هذا الفوز المستحق.